أعزائي المشاهدين برحب فيكم مرة جديدة ببرنامجنا الروحي الشيق الهوية الضائعة بيشرفنا ويسعدنا يكون معنا الأخ علي بزي أهلا وسهلا فيك أخي المبارك أخت مريم أنا سعيد تكون بهالبرنامج معك رب يبارك حياتك يا رب شكرا وأنا سعيدة أكثر بوجودك معنا أشكرك يا أختي أشكرك أخ علي بالحلقات الماضية حكينا عن تجديد الذهن <applause> وهل اني انا تجديد الذهن يعني اني انا عم بفكر مثل المسيح او انه انا لازم اغير طريقه تفكيري؟ yes. فاليوم حنبلش سؤالنا اه <applause> انه اه هل تجديد الذهن هو اه بيعوقني عن اكتشاف هويتي؟ هل اكتشاف يعني هل الواقع قصدك او الواقع. الواقع يعني انا عم بعيشه مثلا الواقع اللي انا عم بعيشه <applause> يعوقني يعوقني على اكتشاف هويتي المساله صراحه يعني مش ال 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 قضيتي مع الواقع نعم اكثر ما هي قضيتي مع النظام والسيستم اللي انا عم بعيشه ما تنسي انه نحن نعيش في عالم في أنظمة وتقاليد وعادات أكيد. البعض منها كويسة والبعض منها سيء البعض اسم مسميات روحية كبيرة البعض أشياء وعادات وتقاليد سيئة جدا صح. بتحملنا إلى مناخ تاني وغالبا بتكون هذه الأمور تعوقني عن اكتشاف أهويت. أو تعوقني عن تجديد ذهني الروحي مم. بس حتى اذكر المشاهد وحضرتك انه يعني ما معنى تجديد ذهن؟ نعم. يعني انا اغير طريقه تفكيري فقط؟ يعني هل في اسلوب في نظام اتبعه حتى اغير نظام تفكيري؟ نعم ولا يعني اكبر مثال على ذلك. نعم. الرب يسوع المسيح لما جاء الى ارضنا. الرب يسوع إجا انسان كامن صحيح عاش بيننا كبشر عادي <applause> واشتغل كنجار وعاش في منطقه اسمها الناصره <applause> تعتبر محتقره لما لما وجد الاثنين قال له امين الناصره <applause> يمكن ان يكون شيء صالح قال له <applause> تعال انظر فطبعا آه اذا مدلولات روحيه هيدي نحن <applause> كلنا نحمل ناصره جواتنا لكن ممكن يطلع منها شيء ربنا يعملوا فيه تعال وانظم المسيح اللي جواتنا الى هنالك اللي انا حاب اقوله انه المسيح إجا عاش حياه طبيعيه على الارض ياكل ويشرب وينام ويتعب مصبت. لكن لما ابتدى خدمته لما ابتدى خدمته يعني سن 12 13 سنه لما امه وابوه اللي هي يوسف ومريم العذراء ضيعوا ولقوه بعدين بالهيكل يحاور رجال الدين فسالوه انه نحن كنا نطلبك انا وابوك معذبين بين بين الرفقه والاصحاب والاهل قال الا تعلما انه ينبغي ان اكون في أبي؟ صح طبعا اعتقد يوسف ما فهمش يمكن مريم العذراء فهمت فهمت بناء على اي موجود بانجيل لوقا فهمت انه انه هو حاب يكون بما لابيه في رساله اخذها من السماء هذه الرساله السماويه الى كل البشر على الارض هذه الرساله اخت مريم الشيطان عمل برمجي للبشر بحيث ان هذه الرش... الرساله تبين انها مش طبيعيه الله في عمق حبه للإنسان لما أرسل الإبن الوحيد قال كلمة برومي أنا يعني أموت عليها يعني لم يشفق على ابنه بل بذله من أجلنا أجمعين فكيف لا يهبنا أيضا معه كل, كل شيء صح. لم يشفق يعني لم يعزه علينا هذه المعزة وهذا الحب الله الاب ارسل ابنه وعاش عنا على الارض 33 سنه ونص أم. لما ابتدى خدمته الرب يسوع المسيح ابتدى يتكلم لغه ما حدا فهمها يسمع صوت الاب ما حدا بيعرفه كيف قصدك يع... سوري اخ علي كيف قصدك انه لغه ما حدا بيفهمها؟ يعني لما تكلم المسيح سمعتم انه قيل لكم كذا واما انا فاقول لكم كان يبهر الناس بتعليمه نعم. قال من أين لهذا أليس هذا ابن النجار من أين له هذه الكلمات وهذه الحكمة يعني كان احنا بس يفهم نوضح لأنه ممكن حدا تاني إنه يفهم أنه صحيح صحيح هي. يعني كان, كان يفهم الآخرين يتكلم لغة مش قادرين يفهموها صح. مع أنه عم يتكلم لغتهم كان مصطلحات يعني أيوة. لكن كان عم يتكلم لغة سماوية أول ما إجى لعنده شخص أول إعجوبة عملها الرب يسوع شو عرس قانا الجليل صحيح تحويل للخم... الماء لخمر عمل إنه الماء حوله صح. إلى خمر صح وكانت أول إعجوبة حول النكد إلى فرح وحول الظلمة صحيح. إلى نور إلى هنالك فالشيء مش معتدين عليه صح. كيف نستطيع أن نصدق هذه الكلمات فبرهن رسالته الرب يسوع المسيح بالقوات والعجائب اللي عملها وتقريبا عمل حوالي 35 أعجوبة على ما أنا أتذكر يعني. عاش على الأرض كان يجول ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس صحيح. ما في مكان كان يروح الرب عليه كان أول شيء يعمل شوي يقيد الشيطان صح. ويبتدي خدمته وبعدين يمارس العجائب والقوات و والى هنالك وبالتالي كان يحاول انه يعز الناس عن كان اقترب ملكوت السماوات فامنوا وتوبوا الى هنالك مظبوط الفكره ما فيها تجديد الذهن اللي يقصده الكتاب لإلي انا نعم لا. أني اقدر انا فكر مثل السماء نعم السماء عم بتفكر فيي بارميه 29 11 نعم. لاني انا عارف انا اعرف الافكار المفتكر بها عنكم يقول الرب افكار خير لا شر لاعطيكم اخره ورجاء الله الله عم بيفكر فيي الله بيفكر فيي انا مش قادر افكر فيه لاني صرت عايش بواقع صرت اقدر افكر بس بالمنطق المحسوس الملموس المرئي المنظور، هذا هو كل الاثباتات يعني اللي يعني الواقع عندي. بيأثر فيي ايوه بالضبط، فأنا لأني عايش هيك أخت مريم فصرت حابب إنه أعرف الله، فحابب إنه الله يكون يتناسب مع اللوجيك والمنطق اللي أنا عايشه فهون بتطلع الصدمة إنه لما أكون أنا متأثر جدا بهذا النظام السافر اللي رئيسوا هذا العالم لأن إله هذا الدهر قد أعمى قد أذهان غير المؤمنين مصبوت. لألا تضيء لهم إنارة مجد المسيح. إنجيل مجد المسيح في إنارة الله مستنيرة عيون أذهانكم الأذهان إلى عيون بتشوف أشياء يرى ما لا يرى فلا سبب الرسول شو عم بيحاول يقول لي نعم. عم بيلي يا اخ علي يا اخت مريم يا اخوه المشاهدين انه يوجد تجديد لدينا كيف تفكر يعني مثلا اخت مريم نعم. ربنا فات لعند بطرس لقى حماته عندها حمى نعم. ما هيك؟ مزبوط. وهو رب الدوبين يخدمه صح. فحط ايده هيك يصلى عليها لمسها راحت الحمى منطقياً نحن يعني طبياً هل ممكن لما نروح ندرس طب الطب يعلمني انه لما واحد مريض عنده حمى تحط إيدك عليه وتصلي له اكيد لا فالمنطق يرفض الامر هذا العلم يرفض الامر هذا السماء توافق عليه صح لما انا شخص مريض اروح زوره بالبيت له بتحبني صلي معك فلما اروح انا اصلي يا رب اشفي اخونا مد يد الشفاء اطرد هذا المرض باسم الرب يسوع المسيح لو شخص طبيعي انسان عم بيسمعني شو بقول؟ بيقول هذا مش منطقي او مش طبيعي طب يعني هذا مش منطق صح فالسماء اعطتني اثورتي صح فهمتني السماء انه الامراض مش من ربنا، الامراض من الشيطان امين الشيطان حابب ياذي اجسادنا ونفوسنا صحيح. وارواحنا لو بيقدر فشو اللي بيسمح انه يدخل امراض على حياتنا حنحكي فيها ان شاء الله لما نجي للبركات واللعنات أمين. امين فشو اللي بيحصل اخت مريم بيحصل اني اروح زور مريض انا صلي معه او صلي عليه نعم وصلي بسلطان حتى يشفى لا. البعض بيشفى البعض لا هذه قصه ممكن نحكي فيها بعدين امين لكن هذا المنطق لا السماء بتقلي في احد مريض صلي عليه مسحه بالزيت أمين. حط ايدك عليه في ايات في عجائب في قوات ربنا ما زال عنده استحسان للبشر وما زال الله يشفي امين اصدق الله اصدق الله اصدق الملكوت ام اصدق المنطق اصدق الله والملكوت اكيد بالضبط فهوني الحرب اللي انا محتاج المنطق بحياتي بشغلي بعملي امين اقود سيارتي ابني بيتي هذه كلها اشياء انا محتاج اتعلمها أمين. وليس وليس ضد الله لكن انا عم بقول عن المنطق والريشنال مايند والانتلكشنال مايند اللي هو يحكم في امور الله حاقرا لك شغله آه ذكرتها انا هلا يمكن يعني إيه آه 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 انتوا عم تحكي عم بتذكريني باشياء مم. انا مش محضرها صراحه في كورنثس الاولى اسمعي هون شو بقول لك قال بل لعدد سبعة الأولى صح 2 عدد سبعة بل نتكلم بحكمة الله في سر الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لأجلنا أو لمجدنا التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر لانه لان لو عرفوا لما صلبوا رب المجد مظبوط اسمعي هون عدد عشرة فاعلنه لنا نحن بروحه لان الروح يفحص كل شيء حتى اعماق الله امين اتصور معي الروح القدس ساكن فينا اريد ان اتواصل مع الله اتواصل مع الله من خلال الروح القدس الروح اللي فينا يفحص حتى اعماق الله مين بيقدر يوصل لربنا الروح القدس الساكن فينا أمين. فالمنطق بيقول لي انت يا اخ علي انت اندرب الطابق الفوقاني عندك والله الله يرحمك شكيت قلمي <applause> كويس والشيء اللي عم تحكي فيه هيدا انت وين وين العالم والتكنولوجيا وين التخلف اللي انت عم تحكي فيه مش هيك بسمع صح واحد سالني مره للاسف هيك عم بفكر كمان واحد تحكي. سالني مره قال لي بعدك بتقرا بالكتاب المتخلف هيدا يا يسوع قلت له اه ايه طبعا يا قلت له هذا الكتاب المتخلف اللي خلى حياتي كلها تتغير قال لي شو بتستفيد منه قلت له اه قلت له, اه. قلت له انا اغذي نفسي على افكار الله قال لي سل انك تؤمن هذه الحكايات هذه اقوال الله قلت له بقدر اسالك سؤال جاوبني عليه هو دارس عنده شهادات عليا كثير نعم دكتوراه ودكتوراه ودكتوراه مش عارف ثلاث اربع دكتوراه يعني قلت له في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله قال لي عدلي عدلي ما فهمت قلت له في البدء كان الكلمه والكلمه م. كان عند الله وكان الكلمه الله قال لي عم تحكي عربي؟ قلت له الانسان الطبيعي اللي مثلك ما لا يفهم لا يعرف لا يقبل ما لروح الله لأن عنده هذه الأمور جهالة, جهالة. صح. أما عندنا نحن المخلصين قوة الله آمين. ديناميت الله آمين. إعلان الله لما الله بيقول لي إنه الروح اللي فيك يفحص أعماقي الرسول بولس لما كتب أهل رومي قال من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا فيعلمه الروح القدس بيعرفنا أعماق الله اسمع شو بقول هون قال فأعلن لأن لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه هكذا أيضا أمور الله هذه تجديد الذهن أمور الله لا يعرفها أحد إلا الروح الله أمين فأنا محتاج للروح القدس أمين أنا بحكي مع الروح القدس بقول له أنا محتاجك تعطيني تعلني تفهمني ترتب مخي ترتب جسمي ترتب أموري حياتي أنا محتاجك أنت وظيفة تأخذ مما لله وتخبرنا تخبرنا عن هويتي وتخبرني ما هي فكر السماء تجاهي لما افهم انا سما شو بتفكر فيي وانا شو فكر من انا من انا لما الرب خلصني من انا امين لما افهم هالامور اخت مريم ابتدت انا شو اعمل؟ ابتدت انا يتجدد ذهني امين لما تجدد ذهني اسمع شو بقول ممكن نسمع بعد الفاصل؟ حاضر حاضر اوكي حاضر اعزائي المشاهدين ابقوا معنا بعد الفاصل اعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل معنا الاخ علي بزي، م -م اخ علي كنا عم نحكي عن تجديد الذهن وهل انه الواقع بياثر على نعم. آم آم عن يعني آم يعني تجديد أو yeah, ذهني او اكتشاف ذهني يعوقني انه انا اكتشف no. هويتي او نعم no. yeah. كنت انا عم نحكي من من الاولى صح اثنين no. نعتبر الصح انا بحبه كثير لانه فيه كثير اعلانات قلت no. انه روح القدس اللي فينا يفحص حتى اعماق الله مصمم. بعدين شو بقول لانه مين من من الانسان بيعرف روح الانسان الا الانسان نفسه الا روح الانسان نفسه أكيد. اسمعي هون شو بقول قال آه التي نتكلم بها ايضا لا باقوال تعلمها آه اسف اسف عدد 12 ونحن لم ناخذ روح العالم نعم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله لم نأخذ روح, روح العالم. العالم هذا العالم عنده روح, روح. هذه الروح تقول لك ابعد عن ربنا صح أنت, انت إله لشخصك لوحدك اه أنت مش بحاجة أنت شخصية مستقلة أنت مش محتاج إلا للنظام اللي أنا عامله هذه الروح تفشت بالبشرية تحت مسميات دينية يعني إلها عناوين حلوة يعني ممكن تلاقي مثلا كنيسة الله الحي ويكون هي ميتة ممكن كنيسة الحرية أو الرجاء أو أو أو, أو لا في رجاء ولا حرية ويكون الروح العالم متفشي في الإنسان لأنه مش عارف يفكر مثل المسيح مش عارف يفكر صح مش عارف يفكر من هو يعني أنا أنا امبارح كنت باجتماع محلي وعم بخدم فيه فاخذ سألتني سؤال يعني لا. قال إنه أنا عم بحكي عن الهوية تاعتنا إنه الله لا يرى إلا المسيح من خلالي أو لا يراني إلا في المسيح صح قال هل هذا يشرعني إنه اعمل الخطأ؟ طبعاً لا بل بالعكس يحثني على إنه أتواجد أكثر في حضرة الله ويكون حياتي أكثر قداسة مصبوط لأن بلشت أفهم أنا مين أنا هويتي أنا مش شخص بلا قيمة أنا مش شخص عايش بس مجرد نفس داخل طالع أنا مش مجرد آلي عايش على الأرض عدد أنا أرى رقم أنا مش رقم أنا عضو في جسد المسيح أنا ابن لله أمين. أنا ساكن في الروح القدس انا طالع على السماء انا عندي حياه ابديه انا عروس المسيح بس احنا مش عم نفكر بهدول كلهم مش مجرد مش وين اخت مريم انه لو سالتي اي مسيحي ممكن انا يكرر لي اللي اه يا هيك نحن هيك هيك لكن الحياه اللي هو عايشها ما بتدل على انه هو فعلا هيك ايه؟ صح عايش حياه تختلف عن مقامه الروحي بسبب انه ما الانسان العتيق الدور الاول اذا كان مولود من الله صح. فالله يريد ان يتكلم الينا ولما الله يت... مش قادر اسمعه واذا سمعت الله مش هصدقه انتبه يعني الله يتكلم لالي بسبب عدم تجديد ذهني مش قادر اسمع صوت ربنا وحتى لو سمعته مش حصدق الله ما عنديش الذهن المجدد لم ناخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الاشياء الموهوبه لنا من الله أمين. شو الامور هذه اسمع قال لا باقوال تعلمها حكمه انسانيه أم. في حكمه بشريه صح أم. مشكلتي وين ان لو انا هذه الحكمه الانسانيه جيت فيها ودخلت فيها ملكوت الله وحبيت اني انا مارس علاقتي مع الله مبني على الحكم الإنسانية الرسول شو عم هون بل بما يعلمه الروح القدس أمين. أمين. يعني الحكم الإنسانية تنفعك لدورك على الارض في امور انسانية لكن امور الله لا يعرفها الا روح الله أمين. بما يعلمه الروح القدس شوفي لي كم مسيحي تلميذ عند الروح القدس انا 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 ربيت بتربيه مسيحيه كنت باجتماعات كنا مستحيل نتكلم عن الروح القدس نقول الروح القدس هلأ أخي علي؟ لا لا لهلا ما بنحكي عن الروح القدس نحن صح نشعر انه الروح القدس بس مختصين فيه جماعه الخمسينيين والرسوليين ومش عارف مين يعني أن هؤلاء الشخص اشخاص بيحكوا عن الروح القدس وهول عندهم جزء من التطرف وعندهم عندهم 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 ضيعنا الصح مع الغلط ما بقول ما في تطرف يعني ما في تغيير حقيقي بالروح القدس بدون الروح القدس ما في تغيير مستحيل بدون عمل الروح الله جواتي مستحيل <applause> لو قريت الكتاب وحفظته عن غيب وقرأت كتب التفاسير والانجليزي والعربي مع اليوناني نعم. وبلشت اوعظ الناس والروح القدس مش هو الشاغل مش هو المعلن مستحيل يكون لي تاثير مستحيل يعني هل هذا هو السبب انه الشيطان مشوه صوره الروح القدس للمسيحيين مش بس الروح القدس مشوه صورته الروح القدس ما قالوش الدور الصحيح في كنايسنا لانه ما في تعليم عنه ما فيش له الدور يعني دور الروح القدس بحياتنا ما إلوش دور صح يعني سميناها بالانجليزي مره بنسمي انه فاذر صن اند هولي بايبل مش فاذر صن ان هولي سبيريت فكرنا انه خلص عندنا كتاب فنحن <applause> مش بحتاجين لروح الله اطلاقا فكل واحد شو بيفهم القاء خدمات القاء وعظات مش بحاجه لقياده الروح القدس في اي خدمه معنا هيدي ديزاستر ديزاستر كارثي بحياتنا يا اخت مريم كارثي لان اصبحنا متدينين على الاكثر من اننا مسيحيين صح مسبوط. شو بيقول الرسول هون قال لكن الانسان الطبيعي الشخص الطبيعي قال لا يقبل ما لروح الله لان عنده هذه جهاله صح. ولا يقدر ان يعرف لانه انما يحكم فيه روحيا مش قادر يحكم بالامور الروحيه مصبوت. وأما الروحي فيحكم في كل شيء أمين. ولا يحكم فيه من أحد لأن من عرف فكر الرب فيعلمه وأما نحن فلنا فكر المسيح أمين. لما يكون عندنا فكر المسيح بقدر فكر كيف بفكر المسيح يعني مثلا شخص زعلني نعم. أبسط من الأمور نحن يعني نحن بنحتك بالبعضنا البعض كل يوم مزبط. ومنزعل وبنزعل من بعضنا البعض كل صح. يوم شخص انا مقابلي حكى كلمه جرحتني مش هيك بنقول؟ هذا الفلان جرحني جرحني صح طيب لين جرحت؟ لين جرحت؟ يعني لو قلت له واحد سنة بعيد من وجهي مثلا انت انسان غبي اكيد رح مع ينجرح يعني اكيد رح ينجرح ليه؟ اكيد رح يتضايق بتعرفي ليش يتضايق؟ من الكلمه نفسها انه انت قلتها يعني بطريقه مش لا لو قلت انا حبيبي انت غبي <applause> اكيد مش رح يقبلها يعني كمان هو حيقبلها لا اكيد بده تسلم لي عينك انت غبي لا طبعا فهو صار صح المشكلتنا نحن اخت مريم نعم انه الكلمه ازد مشاعري لاني انا صدقتك اكيد لو انا عندي فكر المسيح لو انا جيت لك اخت مريم انا هعطيك مليونين دولار 2 مليون دولار مش رح صدقك مش رح صدقك <applause> لا فما نقزت مشاعرك صح ليك ما صدقتيني صح لو انا تعنتك بامر مثلا سيء اكيد اكيد رح نأذي حتنأذي اكيد ليش تعرفي ليش لانك صدقتيني مزبوط فانا لما افهم هويتي شو راي الله فيي الله راي فيي انا بحبني الله شايفني في المسيح جميل غدا النظر عندي شعر او ما عندي شعر شكلي حلو او لا عند الناس المواصفات البشرية قبلوني أو لا الله شايفني في المسيح لؤلؤة واحدة غالية أمين. كثيرة الثمن أمين. شايفني عروس يه. شايفني وشايفني وشايفني فواحد يجي قال لي, قال لي أنت إنسان غبي أنت إنسان مش حلو أنت إنسان كذا ما صدقته ما عنديش مشاعر مظبوط علي معنا دقيقتين بس فأنا أصدق الله من عوامل المهمة المهم كتير في حياتي لتجديد ذهني اني اصدق الله للعالم أسمع. العالم عنده مواصفات معينه للانسان اللي بيعيش فيه والملكوت في مواصفات معينه وفكر معين ولغه معينه للانسان اللي بيعيش فيه أمين. انا عايش وين لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على كذلك الأرض على أنا سكرتها بعدة حلقات حول مرة تانية يعني. مسؤولية ربنا يوديني يرسلني على السماء مسؤوليتي أنا جيب السماء على الأرض أمين. وعيش الملكوت وأنا بعدني على الأرض لو قدرت أوصل لهذا الأمر تجدد ذهني وتجدد حياتي كل حياتي اخت مريم حتتغير أمين. ونحن ناظرين مجد الرب أمين. نتغير الى تلك الصوره عينها من أمين. مجد الى مجد. ممكن ناخذ كلمه صلاه اخ علي ما نخلص الحلقه يا ابونا الصالح نشكرك من اعماق قلوبنا يا رب. نشكرك لانك ترانا في المسيح وترانا ربنا كاملين في شخصه، نشكرك لاجل حبه لنفوسنا من فضلك ربنا اعطينا ان ندرك محبتك لنا. واعطينا أن ندرك يا ربنا صورتنا الجميلة التي وضعتناها فيها في المسيح يسوع ربنا بارك كلماتك لنفوسنا رب واعطيها أن تجد تغيير في حياتنا لكي نكون مشابهين صورة حبيبك ولك معه كل إكرام وحمد ومجد إلى الأبد آمين 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 شكرا كثير كثير أشكرك لك. يا أخت مريم أشكرك أن ربي بارك حياتك وأنت كمان اعزائي المشاهدين وصلنا لنهايه حلقتنا ترقبونا بالحلقات المقبله رب يكون معكم